السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنعمل مراجعة سريعة على المسائل أو البروبلمز اللي ممكن تيجي على ليسون 1 شابتر 1 في الفيزيكس أولى ثانوي. يلا بينا. السؤال الأول بيقول The fundamental quantities of the following are length. هل هو ال length؟ ال length فعلا من ال fundamental. And the area. للأسف ال area مش من ال fundamental، وبالتالي الجزء ده بوظ الإجابة خالص، لأن ال area ال formula ال dimension formula بتاعتها ال square، وبالتالي ما تنفعش. The velocity طبعا ال velocity مشتقة من ال distance على ال time، وبالتالي مش fundamental. ال acceleration طبعا مشتقة من ال velocity ذات نفسها، فتخيلوا لما حاجة مشتقة من حاجة درايفد، وبالتالي هي already بالتبعية درايفد، فمش مش fundamental. ال mass fundamental. And the volume للأسف ال volume مش fundamental، لأن ال volume ال dimension formula بتاعته cubic L. ما فيش قدامنا غير التايم، صح تمام، والماس بالفعل، فالإجابة السليمة هي دي. السؤال اللي بعد كده The derived quantities of the following are. الكمية المشتقة derived اللي هي ممكن تكون ايه؟ velocity. بالفعل ال velocity عبارة عن distance على التايم، لكن ال distance دي حاجة fundamental والتايم fundamental، وبالتالي الإجابة ايه؟ ما بقتش سليمة. الإجابة بي بتقول الماس، الماس للأسف الماس fundamental. الدينستي درايفد، الفوليوم درايفد. الدينستي عبارة عن الماس على الفوليوم، برضو وجب الذكر كده. الورك، الورك درايفد، الفورس درايفد. الديستنس للأسف fundamental، وبالتالي الإجابة سي ما نفعتش. الفورس درايفد، الفوليوم درايفد، الدينستي درايفد. طيب هنا برضو نراجع على الفورس والورك. ايه هو الفورس؟ الفورس عبارة عن الماس في الاكسلريشن. اما الورك هو عبارة عن الفورس multiplied في الديستنس. وبكده الاثنين طبعا دي درايفد ودي درايفد، ف مش نبين ف مظبوطين، لكن للاسف الباظ الاجابه هي الديستنس. نخش على اللي بعده. طبعا الاجابه السليمه هي دي، بالفعل دي. The suitable tool for measuring the length of a room. هل هي الرولر ولا الميتر تيب ولا الفيرنر كاليبر ولا الماكروميتر؟ طبعا الرولر بتقيس بيها الحاجات اللي الدايمنشن بتاعها ما مش not exceed your body، يعني ما حاجة ما تعديش أبعد جسمك. لكن الميتر تيب بستخدمه في الحاجات اللي بقدر تعدي مسافات كبيرة، زي غرفة مقاس، غرفة مقاس مكان كبير، حاجة كبيرة، طول length المسافة كبيرة. اما الفيرنر كاليبر، الفيرنر كاليبر ديت بتستخدم لقياس الثيكنس او الديامتر للحاجات اللي هي اسطوانيه السلندريكال شيب، او كمان الحاجات الوات ايفر ايه هي الشيب بتاعها، مش شرط سلندر سلندريكال، انما ممكن اقيس الثيكنس بتاع ساي قطعه من الخشب او وات ايفر ايه. والثيكنس بكون عايز الاكيورسي بتاعته بتتقاس بالمليمتر، لكن اذا عايز thickness لحاجات more thin، حاجة thin اوي، حاجة رفيعة اوي، زي شعرة، قطر شعرة، او حاجة whatever ايه هي، قطعة واير، piece of wire، عايز اخد الدايمتر بتاعها، ممكن اقيسه بالمايكرو ميتر. وبالتالي الاجابة السليمة هتكون B. السؤال اللي بعده The suitable tool for measuring the mass of a golden ring. الجولدن رينج الحاجة طبعا الجولد من الميتالز الغالية جدا، ما اقدرش اتهاون في الوزن بتاعها، وما اقدرش اتهاون فيها ولو بربع جرام وبعد بالملي جرام، لازم تكون
الحاجة اللي هتقيس الماس للجولدن رينج تكون حاجة دقيقة جدا جدا جدا. فهل هستخدم الرومان سكيل؟ الإجابة لأ، لأن الرومان سكيل أكيد بيستخدم في الحاجات الكبيرة. أكيد هستخدم الديجيتال أو السنسيتيف بالانس أو السنسيتيف سكيل أو سنسيتيف بالانس عشان أستخدمه في قياس المعدن الذهب. طيب a common feature in the French Gaussian system and the British system and the metric system is that they all measure. الحاجة المشتركة ما بين النظام الفرنسي والنظام البريطاني والنظام المتري ان كلهم بيقول ان بيستخدموا اللينث ان متر، وطبعا لا. ليه؟ السبب ان الفرنش بيستخدموا السنتيمتر، اما البريتش بيستخدموا الفوت، اما المتريك بيستخدموا المتر طبعا من اسمهم، وبالتالي مختلفين. اما في بالنسبه للماس ان ماس ان باوند طبعا برضو للاسف لا، لان الفرنساويين بيستخدموا الجرام، اما البريتش بيستخدموا الباوند، اما النظام المتري بيستخدم الكيلوجرام. احنا براجع معاكم، بستغل الفرصه وان احنا نراجع مع بعض. التايم ان سكند، الجماعه الفرنش بيستخدموا السكند في التايم، والبريتش استخدموا السكند في التايم، اما النظام المتري استخدم السكند، وبالتالي السكند هي الحاجه الكومن فعلا بينهم، وبالتالي الاجابه سي هي الصح. طبعا all the behaviors is A and logic. From the opposite figure, the measuring unit of the angle theta in the international system of units is في نظام الـ SI. هل بنستخدم في الزوايا زي ما احنا شايفين زاوية عبارة عن 2D مش زاوية 3D؟ لا، هي مش 3D، هي 2D. هل بستخدم الكانديلا؟ طبعا لا، الكانديلا تستخدم في اللومينس انتنسيتي. هل بستخدم الستريديان؟ الستريديان وهي السوليد انجل. هل دي سوليد انجل؟ هل دي 3D ولا 2D؟ دي 2D، فبالتالي مش بستخدم الستريديان. هل بستخدم الميتر؟ الميتر ده طبعا لقياس اللينث، ما هوش لقياس الانجلز اصلا. يتبقى عندي الراديان، وهي فعلا الاجابه الصحيحه في استخدام القياس الانجل بالنسبه للانترناشونال يونتس، بالنسبه للانترناشونال سيستم اوف يونتس. السؤال اللي بعده بيقول 86.2 سنتيمتر is equal to. هل 86.2 سنتيمتر، هل هذا المقدار يساوي، أولا هل يساوي 8.6 متر؟ إذا كان هو واضح من هنا إن هو أقل less than 1 متر، لسه ما كملش 1 متر. ليه ما كملش 1 متر؟ لأن هو أقل من 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر. ال 1 متر ايكوال 100 سنتيمتر، فازاي حاجه لم تصل حتى لا تك يعني ما وصلتش للواحد متر 1 متر ازاي تكون بتساوي 8 meters or more than 8 meters؟ طبعا الاجابه دي ما تنفعش. انا هكلمكم لوجيكالي وبعد كده هكلمكم بطريقه الحسابات، دي مش واضحه قوي هخليها دلوقتي. وهل دي واضحه؟ اه دي واضحه جدا زي الشمس. هقول لك ليه واضحه، لان انا هنا عندي اللينث حوالي 86 سنتيمتر، يعني فاضل لي حاجات بسيطة واكمل 1 متر. اما القراءة اللي قدامي ديت ما كملتش 1 ملي متر، less than 1 ملي متر، وبالتالي الاجابة دي مش منطقية ابدا، فدي برضو فيها حسابات. يبقى انا دلوقتي بالمنطق كده قلت الاجابة دي ما تنفعش والاجابة دي ما تنفعش، اتبقى الاجابتين دول هنشوفهم بالحسابات. عشان ما نتلخبطش هنكتبها اهو بالراحة 8.62 multiplied 10 power minus 4 multiplied، وهحط الكيلو بتاعتنا بالقيمة بتاعتها اللي هي 10 power 3، وبعد كده هقول المتر، لكن المتر مش هحط المتر، هحطه بالسنتيمتر. فال 1 متر الام دي هتنزل 100 سنتيمتر، وبالتالي القيمة الكلية 8.62 multiplied by هنا عندي
10 باور 2 مع 10 باور 3 يدينا 10 باور 5 مع 10 باور ماينس 4 تدينا 10 باور بوزيتيف 1 سنتيمتر، يعني حوالي 86.2 سنتيمتر، وهي فعلا الإجابة الصحيحة اللي هي B. أما هذا الرقم برضو علشان نشوفه ونراجع هنقول 862 multiplied by 10 باور باور بوزيتيف 10 ميكرو، هننزل البريفكس فاليو بتاعتها اللي هي 10 باور نيجاتيف 6، المتر هننزلها بالسنتيمتر يبقى 10 باور 2 سنتيمتر. هنخلص الماث ورك بتاعنا اللي هو الحسابات بتاعتها، وهنقول هنا بوزيتيف 2 مع بوزيتيف 10 تدينا بوزيتيف 12 ماينس 6 تدينا 10 باور بوزيتيف 6 سنتيمتر، وطبعا القيمة دي كبيرة جدا عن القيمة اللي هو حاططها. اذا بالفعل انديد ان رقم B او الانسر B هي السليمة. طيب نخش على اللي بعده، بس الاول نمسح اللي حصل ده. الفيمتو سكند ايكوال قد ايه من الميكرو سكند؟ طيب انا ببساطه هحسبها، هحول الفيمتو سكند ديت. الفيمتو يعني 10 باور نيجاتيف 10 باور نيجاتيف 15 سكند. طيب بتساوي قد ايه ميكرو؟ الميكرو يعني 10 باور نيجاتيف 6 سكند. يبقى انا هنا عندي 10 باور نيجاتيف 15 المفروض انها بتساوي 10 باور نيجاتيف 6 مالتبلايد في something. ايه something دوت؟ اكيد 10 باور نيجاتيف، ها ايه اللي هيكمل نيجاتيف 6 عشان تبقى نيجاتيف 15؟ اكيد نيجاتيف 9، وبالتالي الاجابة B هي انسب اجابة، هي الاجابة الصحيحة، مش الانسب سوري، هي الاجابة الصحيحة. اما بوزيتيف 9 ما ينفعش، بوزيتيف 6 ما ينفعش، لان باللوجيك برضو ان الفيمتو اقل من الميكرو، فما ينفعش الصغير يساوي مضاعفات الكبير، وبالتالي كلمة البوزيتيف دي غلط، يعني كلمة ان الباور يكون فيه بوزيتيف دي مضاعفات، فبالتالي مش مقبولة، لكن لازم الباور يكون فيه نيجاتيف، لان دايما الصغير هو جزء من الكبير، فبالتالي لازم يكون الباور نيجاتيف. فما فيش قدامي غير الاتنين دول نيجاتيف، هبتدي افكر في مين فيهم واعمل حساباتي، هلاقي ايه ان اللي هي دي الصحيحه. طب 10 باور نيجاتيف 15 ده اللي هي ايه؟ اللي هي فيمتو سكند نفسها. طيب يا رب الاجابه تكون دي واضحه، هي الاجابه بي. If the volume of an amount of water equal 5 كيوبيك متر then the volume in liters equal قد ايه؟ احنا في قاعدة بنقول ان ال 1 كيوبيك متر equal 1000 liters، وبالتالي ال 5 كيوبيك متر هتبقى equal 1000 liters، يعني 5000 ليترز. يبقى دي هي الإجابة الصحيحة. طيب if the radius of the hydrogen atom is 0.053 nanometer then it's equivalent to، وهنا بقى نركز في الموضوع، هنلاقي ان الإجابات هنا كلها بالمتر، كويس قوي. يبقى كده اول حاجة سهل علينا الفكرة علشان احنا كمان نحول بالمتر. يبقى أول خطوة نستيب، أول حاجة هنعملها هنحول الجيفن بدل ما هو بالنانومتر هنحوله بالمتر، هيبقى 0.053 multiplied في 10 باور نيجاتيف 9 متر. طيب أول إجابة عندنا هي 0.53 multiplied by 10 باور نيجاتيف 10،
طيب ايه اللي هيحصل لو انا مسكت ال value دي و multiplied it by 10 ومسكت ال value دي و divided by 10؟ يبقى انا كده ما عملتش حاجة. يبقى كأني هنا عملت مسكت ال value دي ضربتها في 10 يبقى هتبقى 0.53، وال value دي divided by 10 هتبقى 10 باور نيجاتيف 10. اذا القيمة دي بتساوي القيمة دي. طيب القيمة دي اللي هي ايه؟ اللي هي اول واحد ايه فعلا. طيب الاجابة التانية، الاجابة التانية ملاحظ برضو انا ان هو ضرب الفاليو دي في 10 وقسم دي على 10، فعلا ضربها في 10 وقسم على 10، يبقى برضو الفاليو دي سليمة. الله. طيب ودي هلاحظ ان هو برضو شايف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفاليو دي مضروبة في 10، ودي عبارة عن الفاليو دي لكن divided by 10. الله. يبقى هنا مرة اول حاجة مسك الريال فاليو بتاعتنا وضربها في 10 وديفايد باي 10 ادانا دي، ثم عمل نفس الموضوع تاني ادانا دي، ثم عمل نفس الموضوع تاني ادانا دي. اذا الحقيقة النتيجة هتكون all the previous، ودي الاجابة السليمة. هنا السؤال بيقول ان how many bottles of volume 1000 cubic centimeter is enough to fill a tank of a capacity 1 كيوبيك متر. احنا بنسأل على كام بطل is enough to fill a tank. البطل الواحدة الفوليوم بتاعها 10,000 كيوبيك سنتيمتر، يبقى محتاج نوحد اليونت، يعني يا اما نشتغل بالكيوبيك سنتيمتر يا اما نشتغل بالكيوبيك متر عشان نعرف نقارن بينهم ونقسمهم على بعض فيطلع لنا كام زجاجة مطلوبة. فرأيي ان احنا نحول من ال 1 متر كيوبيك متر لكيوبيك سنتيمتر عشان الاصفار تبقى كتير، وهتبقى يعني انا بحاول اصعبها عشان اوريكم الحل ازاي يعني واسهله. الحاجة الصعبة نستعرضها ونسهلها، فالحاجة السهلة تبقى اسهل لكم. طيب خلينا نقول ان ال 1 كيوبيك متر ايكوال 10 باور 6 كيوبيك سنتيمتر. جت منين؟ جت من ان ال 1 متر عبارة عن متر ملتبلايد في متر ملتبلايد في متر. او الاجابة طلعت، معلش، 10 باور 6 هنلاقي ان الرقم ده عبارة عن متر في متر في متر، يبقى 1 المتر هيتحول ل 100 سنتيمتر، ثم المتر اللي بعده هيتحول ل 100 سنتيمتر، ثم المتر اللي بعده هيتحول ل 100 سنتيمتر، وبالتالي ناتج المعادلة هيكون 10 باور 6 كيوبيك سنتيمتر، سنتي في سنتي في سنتي، يبقى كيوبيك سنتيمتر زي بالظبط ما متر في متر في متر عملت كيوبيك متر. اذا ال 1 كيوبيك متر بيساوي 10 باور 6 كيوبيك سنتيمتر. طب ده كلام جميل جدا، هنمسح بقى ده عشان ناخد مساحة كده كافية نعرف نشتغل. يبقى انا دلوقتي عندي تاني المفروض ان عدد البوتل number of bottles multiplied في فوليوم البوتل بيساوي الفوليوم للتانك، يبقى النمبر عبارة عن فوليوم التانك divided على فوليوم البوتل. فوليوم التانك بنقول ان هو 10 power 6 كيوبيك سنتيمتر، اما فوليوم البوتل حوالي 10 باور 1 2 3 4، يبقى 10 باور 4 كيوبيك سنتيمتر. يبقى ما نيجي نقسم الاثنين على بعض هيطلع لنا 100، ودي الإجابة الصحيحة بتاعت دي. طيب if x equal 10 gram and y equal 10 kilogram then the value of x plus y
is لو كان عندنا ال x 10 جرام and y is 10,000 جرام يبقى عندنا 10,000 plus 10 جرام هتساوي 10,010 جرام. طيب هنا عارض النتيجة بالكيلو جرام وهنا عارضها بالجرام وهنا عارضها بالكيلو جرام وهنا عارضها بالجرام. طب تعالوا نقارن بالجرام الأول. دي هل هذا الرقم يساوي هذا الرقم؟ الإجابة لا. هل هذا الرقم يساوي هذا الرقم؟ الإجابة لا. تعالوا بقى نحولها لكيلو جرام. إذا حولناها لكيلو جرام I will divide it على كام؟ على 10 باور 3 يعني هتبقى 10 دوت بوينت 01 كيلو جرام. ليه؟ لأن أنا حولت من جرام لكيلو جرام. طيب عملت إيه؟ قسمت على 1000 1000 هيبقى عندي القيمة بشكل دوت. طيب مين اللي شكله كده؟ ده 10.1 يبقى دي مش صح، إنما 10.01 هي دي اللي صح، ودي النتيجة بتاعتنا السي. طيب if the measuring unit of a physical quantity is kilogram per meter second square second then its dimensional formula is. طيب احنا عندنا الكيلوغرام فوق يبقى عندنا ماس كيلوغرام هيتحول لماس و divided على distance اللي هو L وكمان مضروب فيها T سكوير يبقى لو قلنا M L minus 1 T minus 2. طيب فين النتيجة بتاعتنا؟ مش ديت مش ديت ولا ديت، الإجابة B. تمام. تعال نشوف اللي بعده. If the dimensions of the quantity A are كذا and the dimension of the quantity B are كذا، ولاحظ ان الكذا ده مش عايزكم تتلخبطوا، قول عليه كذا ام ال سكوير تي باور ماينس 2 سكوير ال تي ماينس 2 هنا بنفس الكوانتيتي، يبقى انا ملاحظ ان ايه تيبيكالي بي. تمام. المفروض then the dimensions of the quantity 2b minus a are لما عندي quantity physical quantity اتضاعفت ثم طرحتها من كمية برضو مطابقة، فلو نفترض ان دي مثلا نفترض انها تمثل represent something سرعة زمن، اذا طرحت زمنين من بعض اكيد الناتج هيطلع زمن، اذا طرحت كتلتين من بعض اكيد الناتج هيطلع كتلة، اذا طرحت عجلتين من بعض acceleration اكيد الناتج هيطلع acceleration، اتنين force من بعض اكيد الناتج هيطلع force. طالما ال two physical quantities typically زي بعض يبقى أكيد الناتج بتاعهم هيطلع زيهم بالظبط. فين هنا ال physical quantity اللي زيهم بالظبط؟ مش دي ولا دي ولا دي، إنما دي. وبكده انتهينا الجزء الأول. وأشوفكم على خير مع الجزء الثاني. إن شاء الله. مع السلامة.